قالت كتلة بدر النيابية أن اتفاقية خور عبد الله مع الكويت جاءت بأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وأضاف النائب عن الكتلة عادل المنصوري أن التصويت على قانون خور عبد الله تم في الدورة الثالثة من عمر مجلس النواب، وكذلك جاء بأوامر من المالكي الذي كان على رأس الحكومة آنذاك.